وأبرز العناوين اللي هتكون معانا النهاردة في حلقتنا. المنتخب يفوز على سوازيلاند ويقترب من نهائيات أمم أفريقيا. الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بثلاثية في الشوط الأول. كارتيرون يطمئن على كل اللاعبين قبل السفر للجزائر. السلية لن نتنازل عن دوري الأبطال. معلول يتلقى الجرعة الأولى من الحقن ضمن برنامجه العلاجي. ليفربول يؤكد جاهزية صلاح لمباراة هادرسفيلد تاون. وبطولة الحريري تحتفل باليوبيل الفضي لمشاركة الأهلي.